وتسليم الرموز. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، من هنا من ميدان التحدي وقروب أهل الهجن انطلق الشوط السابع خاص للقعدان مسافة الأربعة كيلو مترات. شكرا لجميع الحضور الكريم، شكرا لأعضاء قروب أهل الهجن، شكرا للداعم الرسمي محمد بن ناصر الفزيرة، شكرا لمدير القروب جابر بن محمد بن ناصر الفزيرة، شكرا أيضا لجميع الفائزين بالرموز بمناسبة شفاء سيدي سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. شكرا لأهل قروب أهل الهجن، شكرا على الدعم اللامحدود، ونتمنى لهم التوفيق وحسن المتابعة. المقدمة والصدارة مشاهدينا الكرام، هنالك شاهين وفهد بن سالم بن مسعود المري، وتالي الأسماء وصل شاهين ومحمد بن فهد آل خديع، من يقدم لنا شاهين وثالث الأسماء. وصل هنالك غزيلان وخليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك في ثالث الأسماء ورابع الأسماء. مشاهدينا الكرام، زعفران وصل للسيد راشد بن حمد المريه، من يقدم لنا زعفران في الشوط السابع للجداع المسافة 4 كيلومترات. وخامس الأسماء وصل الباز ومحمد بن ناصر الفزير، أسماء قوية. والنداء الأول للخمس المراكز الأولى والخمس نجوم تنافس من أجل الفوز، من أجل الناموس، من أجل التحدي. هنالك المقدمة وصدارة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، شاهين وفهد بن سالم بن مسعود المري، هنالك ثاني الأسماء. وصل ليكون حاضرا شاهين ومحمد بن فهد آل خديعة المري، من يكون حاضرا بتحدياته الكبيرة وطموحاته للمستقبل والجيل الجديد والموسم الجديد، يظهر لنا ظهور مباشرة ثالث الأسماء. وصل هنالك غزيلان خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك، ينافس من أجل الناموس، من أجل التحدي. رابع الأسماء، شعار خود قادم لا محالة. هنالك وصل الشبل وعلي بن حمد بن دهمة، من يقدم لنا الشبل في هذا الأداء الجميل والمميز. وخامس الأسماء، وصل هنالك زعفران لسيد راشد بن حمد المري، ولنا عودة إلى المقدمة. وانتصفت المسافة وقربت المسافة، 2 كيلو متبقية عن قتة النهاية قيادة شاهين ومحمد بن فهد آل خديعة. يلا يا بن خديعة، ركز ركز يا بن خديعة، ركز، الباقي كيلوين متر. هنالك خط النهاية، يرحب بجميع الحضور ويرحب بكل الشعارات المميزة. ثاني الأسماء، شاهين وفهد بن سالم بن مسعود المري، وثالث الأسماء وصل ليكون حاضرا غزيلان وخليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك. ورابع الأسماء وصل هنالك ليكون حاضرا الشبل وصل وعلي بن حمد بن دهمة المري. وخامس الأسماء، شعارات قوية، شعارات مميزة تحمل لنا قوة التحدي والمنافسة. ونرجع ونلحق المقدمة والصدارة، شاهين ومحمد شاهين ومحمد بن فهد آل خديعة. ولكن تحرك شاهين وفهد بن سالم بن مسعود، الله الله، دخلنا جولة الأوامر الأخيرة وأجواء الكيل
كيلومتر الأخير، كيلومتر تحدي بقيادة شاهين وفهد بن سالم بن مسعود، وهنالك سيف مقدم من سعيد بن ستان المري لأفضل توقيت لصباح هذا اليوم. الله شاهين وفهد بن سالم بن مسعود يبي يباعد المسافة ويغرد وحيدا وثاني الأسماء. وصل شعار عبد الملك غزيلان خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك، هذا هو الشعار الذي دائما يكون حاضرا للمنافسة وإلى التحدي. ولكن 600 متر متحدية يا الشاعر التيم مطلوب. هنالك سيف مقدم من سعيد بن ستان المري لأفضل توقيت لصباح هذا اليوم. شاهين والعصا في البطان ويرقص وحيدا ويغرد وحيدا خارج السرب. سلام من هذا الموقع، سلام يا بن مسعود، سلام شاهين، وحرك شوية. التيم مطلوب يا بن مسعود، التيم مطلوب. شاهين 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 وفهد بن سالم بن مسعود. سلام يا بن مسعود، سلام شاهين وفهد بن سالم بن مسعود، سلام. وخط النهاية يرحب، أسعد الله صباحك يا شاعر بكل خير. جود مورنينج يا شاعر، تهانينا والف مبروك لمالك شاهين فهد بن سالم بن مسعود. المركز الثاني كان من نصيب غزيلان وخليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك، المركز الثالث كان من نصيب شاهين طالب بن سالم المري. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان، ساعه وصول شاهين لخط النهايه قطع مسافه 4 كيلومترات في زمن غدر 6 دقائق 24 41 جزء. تهانينا لجميع الفائزين.